نتكلم بقى عن احتفالات المصريين بشم النسيم، واكيد كلنا لنا ذكريات. بتكلم على جيل السبعينات والثمانينات واللي قبل كده طبعا، في ذكريات متعلقه باحتفالات شم النسيم. انا افتكر لما كنا ليله شم النسيم بالليل اللي هي زي دلوقتي كده، كان بتبقى ليله اللي هي بنلون فيها البيض وبنستعد ان احنا الصبح بقى ده البيض وهيبقى احتفالاتنا. غير واحنا صغيرين ما كناش بناكل لا فسيخ ولا الحاجات دي، ما كانتش رنجه حتى كمان طلعت يعني. لكن هتظل احتفالات شم النسيم عند المصريين لها طابع خاص في الحدائق، الزهور دي بتبقى طبعا معروفه، الحدائق العامه كلها، الشواطئ، بيبقى يوم بهجه وسعاده على كل المصريين. اللي بيروح بقى الشواطئ علشان يغير عن الجو، سواء بقى الجو حر او برد، المهم ان هي خروجه بيحاول المواطن فيها ان هو يخرج من الاجواء العاديه اليوميه. وفي عيد، وعيد شم النسيم هيفضل مرتبط في اذهان المصريين بكل ما هو قديم، لان هو عيد مصري اصيل بيحتفل به المصريين سواء داخل مصر او حتى خارج مصر. ومعروف طبعا ان هو اصبح في الفسيخ ولوازمه دي من الحاجات الاساسيه. لكن لو اتكلمنا تحديدا عن الشواطئ والمتنزهات، هنلاقي ان خلاص شواطئ الاسكندريه انهت استعداداتها الكامله لاستقبال الزوار في احتفالات شم النسيم. يعني اسكندريه بكره هتبقى العيد فيها مختلف. احنا معانا دكتور محمد عبد الرازق، رئيس الاداره العامه للسياحه والمصايف بالاسكندريه. دكتور محمد اهلا بيك معانا في التاسعه يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا، كل سنه وحضرتك طيب. على الساده المشاهدين، مساء النور على حضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. وكلمنا بقى عن الاستعدادات اللي تمت في اسكندريه لاستقبال المصطفين والناس اللي هتخرج بكره لاسكندريه للاحتفال بعيد شم النسيم. طبعا احنا بنبتدي نجهز لهذا اليوم ولاستقبال الساده الزوار والمصطفين وضيوف الاسكندريه. بقالنا حوالي دلوقتي يمكن شهر ونص، وجميع الشواطئ في محافظة اسكندرية جاهزة تماما لاستقبال ضيوفها، واسكندرية بتفتح ذراعيها لاستقبال السادة المصطفين وزائرين محافظة اسكندرية. احنا كانت توجيهات معالي الوزير اللواء محمد الشريف ان جاهزية كاملة لجميع الشواطئ لاستقبال هذا اليوم. احنا بدأنا بوضع خطة كاملة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف للمرور على جميع الشواطئ لبيان مدى جاهزيتها، بداية من النقطة اللي شدد عليها معالي المحافظ عوامل الأمن والسلامة، أفراد الإنقاذ المتواجدين والمؤهلين من قبل الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، ودي كانت نقطة مهمة جدا ركز عليها معالي المحافظ. تاني حاجة حسن معاملة الجمهور، وده احنا قعدنا مع جميع العاملين على الشواطئ في محافظة اسكندرية ونقلنا في توجيهات معالي المحافظ بشدة وبصرامة في حسن معاملة الجمهور وعدم فرض أي إكراميات وعدم التعامل بأي أسلوب غير لائق. النقطة الثالثة نظافة الشواطئ، وده كان بالتنسيق مع شركة نهضة مصر اللي هي مسؤولة عن النظافة في محافظة اسكندرية ورفع كفاءة جميع الشواطئ لتكون جاهزة لاستقبال السادة الضيوف. النقطة اللي أنا كنت عايز أركز عليها إن إحنا في نقطة مهمة جدا في القطاع الغربي، شاطئ النخيل. شاطئ النخيل اللي هو كان بقاله فترة كبيرة جدا مغلق لأسباب كلنا عارفينها، أتم الاستعداد على كامل المحاور لاستقبال السادة الضيوف. ويمكن احنا كنا امبارح هناك ومعانا لجنة كاملة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة كابتن سامح الشاذلي عشان نراجع خطة التأمين اللي وضعها الاتحاد عشان نأمن سلامة المواطنين أثناء النزول في مياه البحر، ولقينا أن فعلا الخطة تم تنفيذها. والخطة دي على فكرة كنا نفذناها السنة اللي فاتت وأجاءت بثمار جيدة جدا جدا، والحمد لله ما كانش فيه حالات غرق السنة اللي فاتت في شاطئ النخيل. فراجعنا الخطة مرة ثانية امبارح ولقينا أن هي تم تنفيذها على أكمل وجه، وان شاء الله باذن الله هيكون يوم ممتع للزائرين ولابناء محافظه اسكندريه. شاطئ النخيل بقى عملتوا ايه عشان يرجع تاني للخدمه يعني في هذا الوقت؟ الموضوع ده والله يعني تصدر ليه واخده على عاتقه معالي الوزير المحافظ اللي هو محمد الشريف، وده كان من السنه اللي فاتت بعد طبعا
يعني الخلفيه اللي كانت موجوده او متاخده عن هذا الشاطئ. احنا تم طرح هذا الشاطئ للاستثمار ووقع طبقا لمزايده علنيه، وقع عليه مستثمر، وكان اهم حاجه ان احنا نطبق عوامل الامن والسلامه فيه عشان ما يحصلش اي حوادث غرق لا قدر الله. تمت الخطه دي وضعها عن طريق الاتحاد المصري للغوص والانقاذ كجهه متخصصه، وهي اللي كانت عامله مبادره فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادره مصر بلا غرقه. وكانت الخطه عباره عن انتشار 42 فرد انقاذ على طول الشاطئ. الشاطئ مساحته كيلو و800 متر بالظبط، كيلو و800 متر. 42 فرد انقاذ، 10 ابراج انقاذ، توافر عدد 4 جيت سكي، وجود خطوط عايمه داخل المياه تحدد بيها الاماكن الامنه للنزول واللي فيها ممكن الناس تنزل بدون اي مشاكل او بدون اي خوف، الرايات اللي مرفوعه على البحر، منظومه الكاميرات اللي موجوده على طول الشاطئ عشان تراقب عمليه الدخول، لان برضو كان من ضمن الحاجات اللي احنا لقيناها ان كان بيحصل حالات غرق لتسلل بعض الافراد داخل الشاطئ والنزول الى مياه البحر في غير اوقات العمل الرسميه، فتم وضع منظومه كاميرات لمراقبه الشاطئ بالكامل. كل هذه الخطه تم تنفيذها السنه اللي فاتت، اتت بثمار جيده جدا جدا ان شاء الله. السنه دي تؤتي ثمارها بشكل ممتاز، وطبعا جهد مشكور الدكتور محمد عبد الرازق مدير الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بشكرك جدا لوجودك معنا في التاسعة، وبنتمنى أن الناس كلها بكرة إن شاء الله تستمتع بأجواء جميلة في إسكندرية، وبنتمنى كمان الناس اللي هتخرج على الشواطئ أو في المتنزهات يعني الحفاظ برضو على نظافة الأماكن، وتحديدا إذا كان بعض الزوار هيروحوا بالفسيخ والرنجة والأسماك المملحة على الشواطئ أو الأماكن العامة، رجاءا يعني نحافظ على الوضع زي ما هنروح وهو نضيف، يعني نحاول نحافظ مع الجهات المختصة إن هو يفضل نضيف.